المؤشرات اللي تدل على إنه هذا الإنسان عنده قلة حب لذاته أو أبداً هو ما بيحب حاله. إذا توفرت فيه كل النقاط فأكيد إنه هو ما بيحب حاله. أول شغلة، الشخص هذا لو أحد طلب منه شغلة يجري سريع ويلبي مطلب هذا الشخص، في المقابل هو ما بيلبي مطالبه. ثاني شغلة، لو أحد طلب منه سلف أو قرض في المقابل يلبي لهذا الشخص يديه مطلبه، ولكن هو يكون محتاج لهذا المبلغ لكن ينقص من حق ذاته في مقابل إنه يعطي الشخص الثاني. ثالث شغلة، ما يعرف يقول كلمة لا في وقتها المناسب. وكمان ربع نقطة، لو شخص طلب منه مساعدة وما قدر يساعد هذا الشخص لأنه هو في اللحظة ما يقدر يساعد هذا الشخص، تعرف إنه يعيش حالة من تأنيب الضمير. كمان بذل الغالي والنفيس في حساب الأهل والأصدقاء في المقابل هو أبدا ما بيعطي حقه لذاته. كمان البكاء على الماضي واسترجاع الذكريات المؤلمة، هذه مؤشرات على دليل على إنه الشخص ما يحب ذاته. يا مساء الورد، يا مساء الفل، صباح التفاؤل والحب حسب التوقيت اللي بتشوفوا في الفيديو. أتمنى بجد أنه كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية يا أجمل متابعين. كان أكثر سؤال يجيني لما أقول لأي سيدة تعلق حبي ذاتك تقول طب أنا كيف أحب ذاتي؟ اليوم راح أعلمكم كيف تحبون أنفسكم. أول شغلة، لازم أنظر لذاتي بنظرة إيجابية مميزة رائعة جداً، فيها تعزيز بذاتي، فيها تعزيز بثقتي بذاتي، بترديد كلمة أنا أستطيع، أنا أقدر، أنا مميزة، أنا إنسانة رائعة. وأهم شغلة أقول لذاتي أنا أحبك يا ذاتي. كمان شغلة، حضور العديد من الدورات وحضور الكثير من الفعاليات اللي تضيف لذاتي روح إيجابية مميزة ورائعة. ثاني نقطة، السفر والتأمل. ممكن في أشخاص ما يقدروا يسافرون بس أكيد التأمل متاح في اليوتيوب، في كثير من المقاطع اللي تخلينا نروح لتأمل بشعور جدا رائع وشعور مرة مميز. ودحين صار في جروبات موجودة في كثير من المناطق عن التأمل وشعور التأمل الرائع والمميز. فدائما كونوا دائما تسافروا وتتأملوا، التأمل في الطبيعة شيء مرة رائع، سماع لزقزقة العصافير يساعد على التأمل، نظرة إلى شروق الشمس، الغروب تأمل. وكمان لا تنسون يمر يوم في حياتكم من غير ما تناظروا لأنفسكم في المراية وتقولوا الحمد لله الذي أحسن خلقي كما أحسن خلقي، شيء مرة رائع ومميز. ثالث شغلة، الالتفاف حول العائلة. دائما أحاول قد ما أقدر أقضي أكثر وقتي مع عائلتي، أجتمع معاهم في وجبة غداء عشاء، ممكن الفطور كل واحد مستعجل عشان يروح دوام ويروح المدرسة. إذا كنت متزوجة أيتها الأنثى الرقيقة المميزة، حتى أنت أيها الرجل، حاول دائما تجمع بين عيلتك، تجلس معاهم وتحاول تجمع بينهم، دائما تحكي لهم قصص ومواقف مضحكة. أبعدوا عن المواقف اللي فيها ألم أو فيها حزن. أذكروا دائما قصص اللي فيها قصص النجاح حتى يعطي لغيرك روح من التأمل أو التحدي على إنه يقدر يعمل إنجازات جميلة ورائعة. ونقطة جدا مهمة، أبعدوا عن المحبطين والمستنزفين لمشاعركم. متابعيني على اللاين لايف يعرفوا دائما أقول لهم أي شخص
يستنزف من طاقتك، من مشاعرك، أبنائك، زوجك، عيلتك، نعمل له بلوك. حتى الصديق كثير الشكوى اللي يستنزف من طاقتي أخرجه من حياتي. حبوا أنفسكم وابعدوا عن الناس المحبطين والمستغلين لعواطفكم والمستنزفين لطاقتكم، أرفضوهم واخرجوهم من حياتكم. وآخر نقطة وهي مهمة جدا، مارسوا رياضة. مو لازم أمارس رياضة متعبة. تعرف البرامج اللي احنا ننزلها على تلفوناتنا ونمارس منها رياضة، هي دائما الرياضة اللي بتكون فيها هي رياضة الكارديو، اليوغا. صار في برامج ممكن ننزلها على تلفوناتنا ونمارس عن طريقها اليوغا، التأمل، رياضة المشي، السباحة، أي رياضة متاحة نقدر نعملها نعملها. المهم إني أمارس الرياضة. وبآخر الفيديو لا تنسون اللايك والشير، وأهم شغلة الاشتراك في القناة. وإذا كنتم متابعين لي على ليلى بعلمكم دائما أشياء جميلة ورائعة، دائما بيقضون ساعة كاملة. راح أحط لكم إني مو معايا رابط ليلى تحت في الوصف. ما عليكم غير إنكم تكونوا معايا كل يوم، عندنا ساعة بث